بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. يا ربنا الحمد لك، الحمد لك والشكر لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك. يا ربنا الحمد لك، آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الحلك. الحمد لك، أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئ. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. سبحانك سبحانك، كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك ربنا، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله لحن حق وأنشودة سماء، سيبقى يتردد في الكون صداها، ولن تنقطع على مر الأزمان نداها. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أفني بها عمري،
أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا ومنقذنا محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. عباد الله، الذي ينظر إلى أحوال المسلمين يرى بأن موجة من اليأس والإحباط وسحابة من التراخي والقنوط قد غشيت هذه الأمة من مشرق الأرض إلى مغربها، وحينما تدير أي حوار مع أي فرد من أبناء هذه الأمة على أي مستوى كان، تجد أن نغمة الضعف ونغمة الخور واضحة في أحاديث الناس بشكل بين لا يحتاج إلى دليل، وتجد بأن حديثهم في غالبه يكون عن الشر والهزيمة، وعن الذل والانكسار، وعن تسلط الأعداء، وعن غلبة الكافرين، وعن شيوع الرذيلة وانتشارها، وانكماش الفضيلة وغيابها، وعن ضياع أجيال، وتصدع مجتمعات، وفقدان وحدة وأخوة، وعن شوق وحنين إلى عزة مفقودة، وإلى كرامة موؤودة، وإلى تاريخ مشرف حينما يقاس به الحاضر، فلا وجه للمقارنة ولا القياس.
حالة من يأس تغلب على المتكلمين والوعاظ والمحللين والكتاب، وتغلب على حوارات الناس وأحاديثهم. وهنا نقول لنا وقفة لمراجعة الحساب ولتدقيق القضية وللتحقق من هذه البلية وللإسراع في إعطاء الأمة جرعات من أمل وجرعات من يقين وجرعات من استبشار، فإن هذا هو اللائق بحقها وليس نغمة اليأس النشاز التي لا تعرفها الأمة وما عرفتها أبداً في أحلك ظروفها. هيهات هيهات أن يكون المؤمن محبطاً، هيهات هيهات أن يكون الموحد يائساً، واليأس صنو الكفر وتوأمه، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هيهات هيهات أن نقنط يا أحبتي ونحن نرفع لا إله إلا الله نرددها صباح مساء. هيهات هيهات أن يعرف اليأس طريقا إلى من كان محمد عليه الصلاة والسلام إماما لهم وقدوة. هيهات هيهات أن نعرف إحباطا وقنوطا وكتاب الله بين أيدينا نقرأه نتدبره نتدارسه نحفظه ونحفظه للأجيال. هيهات هيهات أن نيأس ومآذننا تدوي صباح مساء بنشيد الكبرياء والعز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. هيهات هيهات أن نعرف اليأس وما زالت الأمة على رغم المؤامرة الكبرى لتشتيتها وتمزيقها، ما زالت الأمة تجتمع حول البيت الحرام بالملايين، تتوجه إلى بيت واحد وإلى رب واحد وفي صعيد واحد. هناك نرى مظاهر وحدة، عجزت قوى الكفر قاطبة، وعلى مر الأيام والليالي من أن تمحوها أو أن تزيلها. وهؤلاء لا يحتاجون إلا إلى ترشيد، إلا إلى أن يبعث الله فيهم من يستنهض هممهم، من يصوغ وحدتهم، من يجيش طاقاتهم، من يفرغ إمكاناتهم. وسيرى أعداء الأمة من أبناء هذه الأمة عجبا، سيعيدون التاريخ بملاحمه، ستعود الأيام الزاهرة، ستعود البطولات الفاخرة، سنسطر على هام الزمان وجبين الدهر من جديد، سنسطر مواقف الإباء والفداء والاستعلاء، لا استخذاء ولا ذل ولا هوان. هذه الأمة تنام يا سادتي لكنها لا تموت، هذه الأمة تغفو يا سادتي لكنها لا تعدم، هذه الأمة تنكسر مرات يا سادتي لكنها لا تهزم. هذه الأمة اختارها الله من العالمين وأعطاها خيرية الدنيا والآخرة، وسيعلي شأنها بعد كل انكسار، وسيرفع لواءها بعد كل هزيمة، وستعود إلى قمم المجد مهما دحرجها أعداؤها إلى قاع الحضيض. هذه الأمة يجب أن لا تعرف نغمة اليأس فإنها نشاز عليها، ولا تعرف مصطلحات الإحباط والقنود فإنها دخيلة على عقائدها. هذه الأمة
في أسوأ ظروفها وأحلك أوقاتها وأشد أيام حصارها كانت تحمل لواء الأمل وكانت تحمل لواء الاستبشار. أسألكم بالله، كيف تيأس أمة تقرأ في كتاب الله عن نبيها وصاحبه وهما وحيدان لا ثالث معهما إلا الله، مطاردان، قوى الكفر تتبعهما، يقول عنهما وهما مختبئان في الغار، مختبئان في الغار، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في الغار مطاردان، الكفر يحيط بهما، والمولى يسمي هذا المشهد نصرا، نصرا يا سادة نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذا كنا ونحن نطارد ونحن نختبئ منصورون وكلمتنا الأعلى ورايتنا الأعلى، فكيف بغير ذلك يا أحبة؟ كيف يمكن أن نعرف اليأس ونحن نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة يعذب أصحابه ويضطهدون، ويأتيه خباب بن الأرت وهو متوسد ببردة عند جدار الكعبة، جاء إليه وظهره ينزف دما وقد أحرقه المشركون بالنار من أجل دينه وعقيدته ومبادئه، يقول خباب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تنظر حالنا؟ فماذا يقول القائد؟ ماذا يقول إمام الأمة؟ يسمعه كلمات التصبير والتيئيس والإحباط؟ لا، في المشهد الدامي، في لحظة يعذب فيها أبناء العقيدة، في لحظة الضعف والقلة والذلة، يعتدل النبي وينظر نظرة الصقر ونظرة للأيام يخترق فيها المستقبل الآتي بوحي الله، يقول يا خباب يا خباب إن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما يرجعه ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيخد له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيقد نصفين ما يرجعه ذلك عن دينه شيئا. يا خباب ابن الأرت والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. أو معذب يبشر من حوله بأن اليمن وحاضرتها ستدين لهذا الدين وسيسير الراكب آمنا مطمئنا من صدعاء إلى حضرموت؟ أي تفاؤل هذا وأي يقين؟ يوم الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه، وإذا بسراق بن مالك على إثرهما يريد أن يأتي برأسيهما، لأن قريشا وضعت جائزة 100 ناقة لمن يأتي برأس محمد وصاحبه عليه الصلاة والسلام، فما إن اقترب سراقة من النبي عليه الصلاة والسلام إذ غاضت قوائم فرسه في الرمال فأراد أن ينهضها فلم يقدر، وإذا بالمطارد يطلب الأمان من المطارد ويقول يا محمد الأمان الأمان، فيلتفت إليه فيقول يا سراقة علام تتبعنا؟ لماذا تلاحقنا؟ قال من أجل 100 ناقة وعدت قريش بها. قال يا سراقة كيف بك؟ اسمع اسمع، وبعد هذا يأس في مثل هذا المشهد، يقول يا سراقة كيف بك
إذا لبست تاج كسرى وسواريه، تاج كسرى وسواريه. أسألكم بالله، وحيد مطارد في الصحراء يلاحق، لا أجناد معه ولا عتاد ولا قوة، يقول لمطارده كيف بك بتاج كسرى وسواريه، ويجزم بأن مملكة فارس ستنكسر وتدخل في دين الله أفواجا. أي يقين هذا وأي استبشار؟ في المدينة المنورة يحفرون الخندق، يوم رمتهم العرب عن قوس واحدة، وجاء المشركون واليهود بتحالف كوني مصيري كما هو الآن، تحدوا على الأمة ملل الكفر والشرك والإلحاد، وطوقوا المدينة المنورة بعشرة آلاف فارس، والمدينة لا تحصينات فيها، فسارعوا إلى حفر خندق حول المدينة يمنع تدفق القوات الغازية المشركة إلى قلب المدينة حتى لا تستبيحها. انظر، محاصرون لا يملكون تحصينات ولا عتاد، وبينما هم يحفرون الخندق إذ استعصت عليهم صخرة كبيرة، فجاء رسول الله قال أعطوني المعول، وضرب الصخرة الضربة الأولى فشع نور، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثانية فشع نور، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة فتفتتت الصخرة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. من يقول؟ يقول المحاصر لمن حوله، وكان يصفهم الواصف، لا يجرؤ أحدهم أن يخرج لقضاء حاجته. أو في مثل هذا الموقف من الحصار والتآمر وإحكام الطوق نتحدث عن ملك فارس والشام واليمن؟ نعم نعم. والمؤمن لا يستغرب الآن إذا أطلقتها وببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبوعد رسول الله الصادق الذي لا يتخلف، إذا أطلقتها الآن لا تظن أنني واهم أو أنني أتخيل، إذا قلت بقول رسول الله من ها هنا الله أكبر أعطينا مفاتيح أمريكا، الله أكبر أعطينا مفاتيح أوروبا، الله أكبر أعطينا مفاتيح الشرق والغرب بوعد رسول الله. وهذا آت لن يتخلف، وأصحاب الإيمان يعلمون ويوقنون. كيف نيأس؟ وتمر علينا في هذه الأيام ذكريات تملأنا أملاً بتاريخنا القديم والحديث، ففي القديم كانت لنا بدر في هذه الأيام، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة منكسرون ضعاف، نصركم الله. رمضان يا شهر الأمل، رمضان يا شهر اليقين، رمضان يا شهر انتصار الإرادات، رمضان يا شهر البطولات، رمضان يا شهر الفتح، رمضان يا شهر الأشائر والبشائر والمنح. رمضان رمضان في أجوائك كانت لنا بدر، في أجوائك كانت لنا حطين، في أجوائك كانت لنا عين جالوت، وفي أجوائك كانت لنا حرب تشرين، حيث كسرنا اليهود ودحرناهم وسنكسرهم من جديد بإذن الله الواحد الديان. تمر علينا الذكريات، بدر من ها هنا، فتح مكة من ها هنا، حطين من ها هنا، عين جالوت من ها هنا، فتح قبرص، فتح جزيرة رودز، وصول جيوشنا إلى ما بعد بلاد النهرين، ثم حرب تشرين في تاريخنا المعاصر، حرب العاشر من رمضان أيها السادة. إنها كلها بطولات، وكانت لنا في رمضان لأننا في رمضان أكثر يقينا وأكثر صبرا وأكثر تفاؤلا وأكثر استبشارا. فيا عباد الله، لا تنظروا إلى الجانب المعتم، انظروا إلى الزاوية المضيئة. المؤمن يرى الورود من بين الأشواك، ويرى الفجر من بين حلك الظلام. المؤمن يعلم أن لكل ميلاد فجرا، المؤمن
يعلم أن أشد ساعات الليل حلكة وظلاما هي التي تسبق طلوع الفجر بلحظات. المؤمن يعلم أن لكل مولود مخاض، ولكل مخاض نزف وألم ومحنة لا بد أن تقدم وتبذل. المؤمن يرى أيها الأحبة، يرى بعين الله، بعين البصيرة، بعين القرآن، بعين البشارة النبوية، يرى بأنه الأغلب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن وعد الله لكم يا سادتي، إن البشارة لكم، فإياكم أن تيأسوا. والأعداء حينما يزيدون من حجم الضغوطات، وحينما يضاعفون من حجم المؤامرة والهجمات، فاعلموا أن هذا دليل على نهوضكم واستيقاظكم وحياتكم، لأن الميت لا يلاحق ولا يضرب ولا يحاصر، إنما يضرب ويلاحق الأحياء الأعزة. إن شدة الهجمة تدل على وعي الأمة ويقظتها وصحوتها، فاستبشروا بخير، وإياكم والجزع، وإياكم والفزع، فهذا ما يريده أعداء الله بحربهم النفسية، أن نستسلم، أن نيأس، أن نسلم أعناقنا لجزارينا وذابحينا، فيعبثوا في أرضنا، ويعبثوا بأوطاننا، ويعبثوا بكراماتنا، ويلغوا بدمائنا. إياكم، فلنعد تشرين يا سادة، ومن بعد تشرين حطين، ومن ثم بدرا. تعالوا نجمع كلمتنا، ونوحد صفنا، ونقف في مواجهة الأعداء، فلا نسمح أن يدنسوا دينا، ولا أن يلوثوا وطنا، ولا أن ينالوا من أرض وبلد عزيزة. تعالوا نكن أهل الشام محل النبوءة ومحل البشارة، فالراية بأيديكم منعقدة، واللواء بأيديكم مرفوع، يا أبناء الشام، يا قلب الشام السورية، أنتم أنتم الأمل، وليس كلامي إنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا من النور تحمله الملائكة، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا عمود الإسلام. قلت: وأين يذهبون به؟ قال: أمرهم الله أن ينصبوه في بلاد الشام، أن ينصبوه في بلاد الشام، في بلاد الشام. بقيت جبهتكم الوحيدة التي لم تنكسر، بقيت سوريا قلب الشام لم تنكسر ولم تنحني، وستبقى بإذن الله، فلا تبالوا بحجم المؤامرة والحصار، ووحدوا صفوفكم حكاما ومحكومين، وحدوا صفوفكم وكفاكم فرقة مذهبية وفرقة عرقية وفرقة أهواء وانتصار للآراء، توحدوا، لموا الشعث، وأعيدوا لنا ذكرى قريبة، ولنعد أيامنا العزيزة، فإن هذا في متناول أيدينا، والرهان على الوحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم اجعلنا أهلا لذلك، اللهم حققنا بذلك، اللهم ارفع راية الشام، وبرفع راية الشام ارفع راية الأمة في كل مكان، وارزقنا الصبر على ذلك، ومكننا بعد ذلك. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله، والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف وكرِّم على سيِّدنا محمد، وارضَ يا ربَّنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرُدُّ سائلًا ولا يُخيِّب للعبد وسائلًا، هذا حالُنا لا يخفى عليه، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ربَّنا يا من رددتَ موسى إلى أمِّه كي تقرَّ عينُها، ويا من رددتَ يوسُفَ بعد طول غيابٍ إلى أبيه، رُدَّنا والمسلمين إلى دينِك ردًّا جميلًا، رُدَّنا وعبادَك إلى قرآنِك ردًّا جميلًا، رُدَّنا إلى ساحات المحبَّة والوحدة والإخاء، ردنا إلى العزة والكرامة والفداء والإباء، ردنا جميعاً إلى اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا دائما لا فناء لملكه ولا زوال، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح هذه الأمة صلاحا عاما شاملا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، أصلحنا ظاهرًا وباطنًا يا مصلح الصالحين. اللهم إن طول إمهالك لأعدائك وأعدائنا جرأهم علينا حتى ظنوا أنك غير موجود. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم يومًا أسودًا تثلج به صدور قوم مؤمنين. اللهم لا ترفع لهم رايح ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا تدع لهم طائرة في الجو إلا قصفتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة تمشي إلا مزقتها. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب. جلل البيت الأبيض بالسواد، جلل البيت الأبيض بالسواد، وعليك بكل من يتآمر على ديننا وأوطاننا، عليك بكل من يعتدي على حرماتنا وبلادنا، ردهم منكسرين خائبين. أعلي رايتك، انصر عبادك وجندك في برك وبحرك وجوك يا الله يا الله. كل إخواننا في فلسطين والعراق وفي كل مكان يستضعف فيه إنسان على وجه الكون، رد البسمة إلى شفاه القدس، فك أغلال الأقصى، ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم لا تمتنا إلا وقد أريتنا عز هذه الأمة واندحار أعدائها وانكسارهم يا رباه. يا رب يا رب، مضى العشر الأول من رمضان وقد غمرتنا برحماتك، وجاء العشر الثاني وننتظر مغفرتك. اللهم اغفر ذنوبنا كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، ظاهرها وباطنها. اللهم اغفر لهذه الأمة. اللهم لا تدع عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا تائبا إلا قبلته. اللهم اغفر لها حتى تكون أهلاً لنصرك،
ومحلاً لوعدك يا رباه. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، وآلهم، والحمد لله رب العالمين.